المطعم. بخطف لقمه كده بعد. بص يا بيسو، انت عايز استنى، انت ايه في ايه عندك؟ الصوت ماله بيقطع ليه يا بيسو؟ ايوه ازاي الشحن عندي قرب يخلص. طب ثانيه اتصرف، مش عارفه اللي جنبي يرضوا ولا لا. لا سوري، البطاريه عندي خلصانه. لا اسف، البطاريه عندي قربت تخلص برضو. ايوه بيسو، خلاص بتدي اشاره حمراء. حاضر انا اتصرف. مساء الخير. انا اسفه اني قطعت قعدتكم الجميله وكده، بس انا طلب بسيط حضرتك لو تكرم. رقم تليفون حضرتك بس اديه لخطيب بيسو يتصل على الموبايل عند حضرتك وانا استقبل المكالمه. بليز معلش لانه امر طارئ. 012. ها سمعت؟ طيب يا بيسو خلاص انا هستنى وانت تقول لي بقى. انا هقعد بقى على الترابيزه. انا خلص. الو مدام، لو سمحت التليفون. ايوه مرسي ليك. مرسي. يا بيسو، يا حبيب قلبي. الصوت عارف ليه بقى؟ اصل الحيطان قريبه خالص. هاخد الناس بره اكلمك من بره. انا سايبه الشنطه بس حطيتكم والموبايل بتاعي اهو. وثواني بس لغايه بره لان هنا الارسال حضرتك. يا بيسو، حد يدي برضو الموبايل بتاعه لحد؟ دي رخايه، دي بقى لها ساعتين ان هو عماله ترخي وهتخلص لك البطاريه. تحب اجيب لك منها الموبايل؟ حضرتك ممكن تجيبه يعني؟ ممكن. ميرسي لذوقكم ولشياكتكم، ويا رب نعرف نرد جمايلكم. الف الف شكرا، انتوا انقذتوني. ميرسي. حضرتك الموبايل بتاعك فين؟ نعم. الموبايل. مش فاهمه. الموبايل بتاعك. اتفضل لو انت عايز الموبايل بتاعك انت. ده موبايلي انا. بتاعك انت، ما انت بعت باباك. بابايا؟ ايوه الراجل القصير القله ده. قال لي هات الموبايل، راح واخده. راجل قصير مين حضرتك؟ مش باباك انت راجل قصنن كده غنون؟ لا ما حصلش. لا حضرتك بعته وقلت له هات الموبايل منها. انا قلت له استعجلها لي لان انا مستعجل، خلصت عايز امشي. طيب يبقى باباك خده ومشي خلاص. ما هو يبقى كده شوف بابا في البيت. بابا مين وبتاع مين؟ ما حصلش الكلام ده. انا ده واحد كان قاعد هنا، انا قلت له لو بيقول لي لا ممكن اجيب لك منها. قلت له طب لو سمحت استعجلها لي عشان انا مستعجل عايز امشي. يعني يا مدام الراجل اللي كان قاعد هنا او هنا ده اللي بيقول عليه مش باباه؟ لا مش باباه، ما نعرفوش اساسا. هو راجل قله كده صغنن كده ولابس بدله ومنمنم والبدله فيها نقط. قله ايه وبتاع ايه حضرتك؟ ما حصلش الكلام دوت. ده هو من يجي 10 دقايق خالص. 10 دقايق ازاي؟ ازاي الكلام ده؟ لا وخرج طوالي حضرتك، خرج كده. ايوه خرج الشمال كده. يا مدام. ايوه يا مدام انا مش كذابه. لا مش كذابه حضرتك، بس برضو كان حضرتك الموبايل المسؤول من حضرتك يعني. لا ما هو ده اللي حصل. لا. دلوقتي حضرتك انا بكلم حضرتك باحترام وباخوه. ايوه لان حضرتك برضو اديت لحضرتك الموبايل باحترام وباخوه. يعني انت محسساني اولا سوري يعني في الكلام، انت زي اختي الكبيره. حضرتك مفيش حد بره، مفيش حد موجود بره. انا اختك الكبيره. زعلانه مني ليه حضرتك؟ انا اختك الكبيره. وفيها ايه لما اقول لك اختي الكبيره؟ ماشي كبيره صغيره. فين الموبايل؟ الموبايل حضرتك اللي بابا خده. بابا مين؟ انت وديت الموبايل فين؟ عيب وحضرتك ما تغلطش فيا. لا انا ما غلطتش، انت اللي ست مش كويسه. لو سمحت. ايوه اسمعها ممكن. طب اسمعيني. انت مسؤوله بالموبايل يعني مسؤوله من الموبايل؟ طب تعملي بايديكي كده ليه؟ ايه اللي بعمل بايديكي؟ عشان متسيغه؟ ما انا متسيغه. ايه متسيغه؟ الحمد لله اهو. متسيغه مش متسيغه مش مشكلتي. اديني الموبايل بتاعي. لا مش مشكلتي انا. اديني الموبايل بتاعي لحد ما اشوف موبايلي فين. ايدك على عنصر. لا اديني الموبايل بتاعك. اديني الموبايل بتاعك لحد ما اعرف الموبايل اللي راح فين. بس غريبه قوي. بخ إيه؟ انت قلت الادب ومجرم. لما اقول لك تبخ تبخ. ايه تبخ؟ عيب. ايه الست اللي عيب عليك انت؟ بتكلم هانم. عيب عليك انت. عيب عليك انت. من المحل من هنا. حضرتك انا مش صغيره. مش صغيره ايه؟ حضرتك مش صغيره. ما كنت اختي حضرتك كبيره من شويه. انت ما تقربيش. هو ايه اللي بقول لك ايه؟ بقول لك مش هينفع كده. ما تقلبوش عليا المواد. كده مش هينفع. انت اللي
ايوه انا اللي عندي مواجع. عندي واحده الموبايل ويبقى انت اللي عندك مواجع. حصل ما تاخديش مني حاجه. لا يمكن مش هتقدري تاخدي. اروح اجيب لكم الموبايل منها. يا ريت يعني عشان عايزين نمشي بس. حاضر. ده جه قال لي سمسم ترتعها صح؟ سمسم مين؟ اسمك ايه حضرتك؟ انا مش اسمي سمسم. امال ايه سمسم ترتعها؟ ماليش دعوه باسمي. يا ست احنا مفيش غير احنا الاثنين اللي قاعدين هنا. وانا عاطيلك الموبايل في ايدين واحد تاني. طب قوموا شوفوه معايا. لا خد ايه؟ بتزعل ليه؟ فين الموبايل؟ انت دخلتك علينا شو؟ استنى انت بس يا صاحبي انا اعرفها صح. اه شوف انت شكلك شبه البومه كده. انا شبه البومه؟ ايوه فين الموبايل؟ الراجل هو ده جسده. انا الحق عليا يعني دلوقتي. لا ما تغلطش فيا. بقول لك ايه؟ اوعى تغلط. عايز الموبايل ولا نغلط؟ لا نغلط. انت يومك باين عليه اسمك. هتبعك هتبعك لو ما جبتش الموبايل. بخ بخ. ايه بخ ولا بخ ولا ايه؟ ايه اللي بخ ليه؟ ايوه احترم نفسك. احترم نفسك. الله. احترم نفسك. استنى بس انت مش محترمه. حضرتك داخلين على الالفيه الثالثه. ايه الالفيه الثالثه دي؟ بيزرعوا فيها الموبايلات ولا ايه؟ بيعملوا ايه؟ بيسرقوا فيها الموبايلات. الالفيه الثالثه. ازاي؟ قول لي الالفيه الثالثه. لا لا لا. بقول لك ايه؟ واحنا بصي احنا صناعيه هنا وبنشتغل وبناكل على جبيننا. اوعى تفكر احنا بنديه ولا بقى وطن. بقولك ايه؟ ثانيه واحده. بقولك ايه؟ وليه ايه؟ مش هو ده. بقولك ايه؟ كل موبايل مش هو. ايه ده اللي قاعد ده؟ ايه ده؟ ايه ده صلاح؟ سامعك بس زي ما تقول ايه الصوت بعيد شويه. ايا بيسو انا قاعده في مطعم باكل وكان ليا ناس ومش عارفه ايه اكلمه. طب اقول ايه؟ اطيب يا جماعه لو تكرمتوا معلش لو فيها تقاله مني الموبايل بتاعي خلاص البطاريه بتاعتها خلصت يعني العده عندي. فبليز بعد اذنكم ادي نمره الموبايل بتاعكم بس الخطيبي يطلبني عليه. لا سوري البطاريه خلصت. البطارية عند حضرتك كمان خلص يا ده الحل. لا حضرتك مستني مكالمة. دي مش مكلفة حضرتك خالص مش تدفع ولا مليم. معلش اعذريني. مش هتخير يا فندم. بستأذنكم بس عشان البطارية عندي خلص وبيدي لمبة أحمر وبكلم خطيبي يعني وكده فعايزة بس أدي أي رقم موبايلي من عندكم ليه وهو يتصل. مش مكلفة الحكاية هو اللي هيطلب النمرة حضرتك على الموبايل. لو حضرتك أو حضرتك أو كده. ماشي يا فندم. اسمع طيب. 010 كويس؟ سمعت؟ طيب يا بيسو. ميرسي حضرتك. ايوه. تنور. اتفضلي يا فندم. ايوه. بيسو يا بيسو. هاي حبيبي. كله تمام. لا باكل وبعدين انا لقيت الناس دول كتر الف خيرهم. هم ناس مهذبين قوي. انا بس عشان هنا الصوت تسمعني كويس انا هخرج بره. سوري يا جماعه الشنطه اهي والموبايل كمان. ثواني انا اصل السقف هنا ساقط شويه. بيسو اتكلم نجاتي منفخ التمارين عشان عيد الميلاد. يا استاذ حد برضه يدي الموبايل بتاعه لحد اتفضي البطاريه. على فكره انا ممكن اجيب لكم الموبايل منها. وعايز تعرفها؟ انا ممكن اجيبه منها. طب يا ريت. حاضر. ميرسي 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 على ذوقكم وشياكتكم. ها؟ لا كله تمام الحمد لله. ميرسي لذوقكم جدا شكرا شكرا. الموبايل. نعم الموبايل. على ايه؟ اتفضلي لو انت عايزه بس الشحن خلص حضرتك. لا في حضرتك التليفون اللي خدتيه مني. تليفون حضرتك؟ ايوه. ما هو باباك فيه خده. بابا يا مين يا فندم؟ باباك القصير. ايه اللي حكي ده؟ احنا ما حدش قاعد معانا يا فندم احنا الثلاثه وحضرتك شفتينا. لا لا حضرتك مش... حضرتك قلت له هات الموبايل منها. بس ده مش تبعنا. لا ولا باباكي؟ لا ولا بابا حضرتك. حضرتك اصلا خدت التليفون مننا واحنا قاعدين احنا الثلاثه لوحدينا يعني. طب هو خد التليفون دلوقتي بقاله خمس دقايق. طيب ما انا لو حضرتك بابا قاعد ازاي؟ معلش دقيقه واحده حضرتك. شوف بره روح يا شباب شوف انا سبتهم
اللي انا حسبته حضرتك اللي انا حسبته ان هو فعلا شقط الموبايل ومشي، مع انه فعلا فعلا انا حسيت ان هو بيكلمني على انه بابا. مفيش حد حضرتك بره دلوقتي. نعم. ولا بابا ولا ماما، مفيش حد دلوقتي. مين اللي خد مني الموبايل؟ معرفش. وحضرتك خدتيه؟ معرفش. خدتيه منه، تديه حد تاني ليه؟ حضرتك بتكلميني بصفتك ايه؟ بصفتي ايه؟ آه. يعني ايه بصفتك؟ وحضرتك مالك بصفتك ايه؟ انت مالك مش عيب ليه؟ انت مالك؟ يعني انت واجب تقفي جنبي؟ تقفي كبيره ليا. مش تعرفي جنبي؟ انت مش شايفه حجمك وشايفه حجمها؟ حضرتك ساعة ما دخلت عليا انا حسيت بانك مش شرس. عامل شرس ليه؟ شرس؟ ايه شرس؟ ايه شرس؟ انت بتتكلمي ازاي؟ عامل عنيف يعني. طب احنا ذنبنا ايه؟ مع انه قلبه قلب خصاي حضرتك. خصاي يعني انسان طيب. ايه وقفت ايه؟ انت شرفك انت ان قلبه خصاي. انت غيرانه عليه قوي كده ليه؟ في ايه؟ انت مالك انت؟ مالك انت؟ مالك انت يا وليه يا انا عايز تليفوني يخرب بيتك يا شيخ. ايوه يا بيتك يا استاذ. في ايه؟ لحظه واحده. في ايه يا مدام؟ انسه لو تكرمت. في ايه يا انسه؟ الحق يقال. ايوه. ان انا لما باجي قاعده هنا كنت قاعدة هنا وجيت التليفون بتاعي حسن البكري بتاعه فادي. مساء الخير حضرتك. مساء الخير. نعم. مساء الخير. مساء النور يا فندم. كنت عايزة بس يعني اخد النمرة بتاعت حضرتك ابلغه بيها يطلبك على الموبايل بتاعك. اقوم انا ارد بس اقول الو اطمئن عليه في حاجة كده وخلاص. انا عايز الموبايل بتاعي؟ النمرة بس ابلغه بيها. طيب. خليك معايا بيسو. يا بيسو. قطعت بي. ايوة يا بيسو معاك. ايوة حبيبي معاك. ايوة النمرة كم حضرتك؟ 012. اتب ثانية واحدة. اهو كابتن معاك. اتفضل. الو. الو. ايوة. 012. معاك. ايوه يا بيسو. بقول يا رب يعني ايه. ده رقمه؟ نعم. ده رقمه؟ لا قول الو بس عايزه اشوف كده شو عم بيتكلم. الو. ايوه. طب ثواني. مهرت. ايوه. هيا بيسو. هيا حبيبي. ايه ده؟ الصوت شوية. عشان هنا في حجارة. في المكان اللي انا فيه السقف ساقط. ايوه ايوه. لا هكلمك من بره. هكلمك من بره. ممكن اسيب لحضرتك الشنطة هنا والموبايل. هطلع لغاية بره بس عشان الحيطان منع الاتصال. هيا بيسو. بعد اذن حضرتك. ايوه معاك معاك. بقولك ايه يا بيسو؟ بص قولي لجاتي ينفخ البلالين عشان عيد الميلاد. حد برضو يدي الموبايل بتاعه لحد. دي وليه رغايه بقالها ساعتين عماله ترخي هنا اهو. هتفضي لك البطاريه على فكره. تحب اجيب لك الموبايل منها؟ لا خليك شويه كده بدل ما تفضي لك البطاريه. طب من غير ما تحرجها يعني بعد اذنك. حاضر. شكرا. بدل انا مش شايف حضرتك. هي في واحده سمينة واقفه بره. سمينة؟ اه. دي مش عارف حضرتك في حاجه ولا ايه؟ سهرك اخذت الموبايل بتاعي وسابت لي الشنطه بتاعتها والموبايل بتاعها. لا ما خدتش بالي. مش عارف مش واقفه بره يعني. ما خدتش بالي منها بصراحه. بس ايه رايح حضرتك في النظام عندنا؟ الحمد لله. مرسي مرسي ذوقك يا خبر ابيض. شوقه كبيره بقى علشان اصبعي بره اهو. الموبايل بتاعي مين؟ فين؟ فين ازاي يعني؟ مش مديه حضرتك؟ الله باباك جه خده. بابايا؟ ايوه الاسمن ده. ايه اللي كده؟ قاعد لوحدي. قاعد لوحدك في البيت ولا هنا؟ انا قاعد لوحدي هنا اهوت.
وهو ما جاش هنا يا بابا؟ لا ما جاش. ده خد الموبايل من 5 دقايق من ايدي. انت قاعد بتعمل ايه حضرتك؟ قال لي بأمارة سمسم قاعد جوه لابس اسمر فاسمر وقاعد سمسم. مين سمسم ده؟ عليك انت. انا لا. سمسم قال لي كده. سمسم اللي قاعد جوه لابس اسمر. انا ما اعرفوش اصل انا عايز الموبايل بتاعي. قال لي اسمر. انا بشرح لك اهو. انا ماليش دعوه اشرحي لي بتاع ايه. انا عايز الموبايل بتاعه خلاص. ايوه حضرتك ما انا جاي لك في الكلام. قال لي لابس اسود واسود وعامل شنب دركسيون عجله. قال لي ايه دركسيون عجله؟ احترم نفسي. في حل جميل. عايزه ايه؟ حضرتك ممكن تطلع تدور عليه. لا ماليش دعوه انا. انت تجيبي لي الموبايل بتاعي. انا كأنسة. انا هطلع عين امك النهارده. عين امي انا؟ اه هطلع عين امك النهارده. يعني انا كأنسه تبهدلني؟ ابهدلك وبهدل امك كمان. بقولك ايه؟ بقولك ايه انت عايز ايه؟ بخ 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 اللي انت بتقوليها دي. اوعى تلمس ايدي لما اقولك بخ بخ. انا عايز الموبايل بتاعي. لا اوعى تلمسني. ماليش انا اسمع مش دعوه تلمسني. بقيت متهور ليه كده؟ هات الموبايل بتاعي احسن لي. ايه؟ هات الموبايل بتاعي. موبايل ايه يا راجل انت؟ المهم المهم ده حضراتكم اتصور. لو حضراتكم عايزين تزيعوا بتقولوا نزيع، مش عايزين تزيعوا ما نزعش. لا مفيش مشاكل. لا اتفضلي. ربنا يخليك دايما عامل. اتفضلي. لا نزيع ولا ما نزعش؟ لا اتفضل حضرتك زيع عادي. نزيع؟ شكرا. نزيع ولا ما نزعش؟ زيع. شكرا. هدينا بنزيع ولا ما نزعش؟ نزيع. نزيع. نزيع يا فندم. نزيع تحت امرك. نزيع؟ نزيع. اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعية. والابطال انا وانت وهي. انا وانت وهي وهي. خلي بالك هنصور وانت ولا على بالك.